هاي شبيك؟ شو اللي شاغل بالك؟ شنو؟ هيك بسألك سؤال، تقدر تحب وتكره شخص بنفس الوقت؟ حسي شلون؟ ما أدري، يعني حسب وجهة نظري متواضعة إن إحنا لا كرهنا أحد، ما كرهنا شخصا، كرهنا تصرفات، كرهنا أشياء هو يسويها، أما عاطفيا يعني نحبه ولا مكانه بقلبنا، وجهة نظر مو أكثر يعني. صح كلامك.